وللحديث عن التطورات السورية ينضم معنا عبر الهاتف من اسطنبول الأستاذ سامر أحمد الصحفي السوري. سيد سامر، مرحبا بكم. يعني بداية، تركيا دفعت بتعزيزات كبيرة إلى إدلب، الحديث هنا عن قوات خاصة وأيضا آلاف الجنود وترسانة عسكرية ضخمة، لكن إلى الآن لا يتناسب سير العمليات العسكرية لصالح المعارضة مع كل هذه الحشود. ما الذي يجري في إدلب سيد سامر؟ نعم، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير. بالتأكيد يعني رغم دخول مئات الجنود الأتراك والعربات التابعة للجيش التركي، وتركيا هي إحدى ضامني اتفاق سوتشي وأستانا بين النظام والمعارضة إضافة إلى روسيا، رغم ذلك ما زال النظام يواصل عملياته العسكرية المترافقة بقصف مدفعي وصاروخي إضافة لدعم جوي روسي. للأسف هذا القصف منظم ويستهدف المناطق المدنية. اليوم تقدمت قوات النظام، ثمرت بالتقدم في منطقة ريف المهندسين الثانية والفوج 46. يعني حتى ظهر اليوم اضطرت فصائل الثوار إلى التراجع عن الفوج 46 بسبب كثافة القصف الجوي. أيضا تحدث مدينة الأتارب، اليوم باتت قوات النظام تبعد 4 كيلومتر عن مدينة الأتارب ذات الكثافة السكانية العالية التي نزح جميع سكانها البالغ عددهم أكثر من 100,000 نسمة خلال الساعات الماضية إضافة للقرى المحيطة بها. طبعا الظروف صعبة جدا، ما زال استهداف يتواصل لطرق النزوح للنازحين من السكان المدنيين. اليوم نتحدث عن مناطق واسعة جدا باتت خالية من السكان، أتحدث عن غرب محافظة حلب إضافة إلى منطقة جنوب مدينة إدلب في جبل الزاوية وجبل الأربعين. هذه المناطق جميعها يعني باتت نسبة السكان فيها أقل من 10%. السكان يتواجدون بكثرة عند الحدود التركية رغم المخاوف من استمرار تقدم قوات النظام إلى مدينة الأتارب وما بعدها، وهنا نقصد معبر باب الهوى الاستراتيجي الذي يعتبر شريان الحياة لمحافظة إدلب وشريان الحياة لإدخال المساعدات الإغاثية للنازحين الذين وصل عددهم بحسب منسق الاستجابة إلى أكثر من 800,000 نسمة، أقصد هنا مدنيين بالتأكيد. طيب سيد سامر، يعني لو تحدثنا عن القراءة للموقف الروسي عبر وسائل الإعلام الروسية وأيضا تصريحات رسمية، يلاحظ أن هناك هجوما حادا على تركيا رغم يعني أن الطرفين ضامنان في إدلب. هل يمكن هنا القول في هذه التطورات الأخيرة أنها ربما تشكل بداية خلاف تركي روسي قد يصل إلى صدام مباشر على الأراضي السورية؟ نعم، حقيقة يعني صدام مباشر من غير المتوقع أن يحدث ذلك، وكانت تصريحات روسية أو تركية قللت من هذا الاحتمال، ولكن هناك خلاف ربما لأن نحن عندما نتحدث عن تقدم قوات النظام باتجاه الفوج 46 ومدينة الأتارب، هذا يعني ابتعادها عن الإنفور، طريق الإنفور المتجه نحو حلب قوات النظام سيطرت عليه تقريبا بكامله، ولكن النظام حاول تأمين هذا الطريق بخمسة كيلومتر. اليوم النظام لأول المرة الأولى يتجاوز هذا الحد ويتجه باتجاه المعبر باتجاه الحدود التركية مباشرة، منطقة كثافة سكانية للنازحين، منطقة مخيمات. فهنا أعتقد هنا مكمن الخلاف، وتحاول تركيا كبح جماح تقدم النظام هنا. روسيا كالعادة يعني تحاول فرض أمر واقع. اليوم تستغل المهلة التي منحها رئيس تركيا رجب طيب أردوغان حتى نهاية شهر شباط الجاري من أجل توسيع نفوذها، من أجل فرض مساحات سيطرة جديدة، من أجل أن تفرض واقع جديد، وبالنهاية هدنة ووقف إطلاق نار كما حدث في مرات سابقة، أقصد في خان شيخون، في ريف حما، في معرض النعمان حتى، وللأسف مؤخرا في سراقب وغيرها. إذا نتحدث هنا عن محاولة روسية يعني لاستغلال الوقت لفرض أمر واقع جديد. للأسف تركيا لن يكون بمقدورها لوحدها بمفردها مواجهة هذه العنجهية الروسية. اليوم عندما نتحدث عن تقدم أو سيطرة، أنا أتحدث عن ميليشيات قوات النظام أو جيش النظام الذي بات يعني مجموعة من المتطوعين أو ما يسمى الشبيحة وإلى آخره. لا، هنا نتحدث عن جيش روسي، ميليشيات فاغنر الروسية إضافة إلى دعم جوي بأحدث الطائرات، بأحدث أنواع الأسلحة اليوم يتم استخدامها. يعني هناك تحدي روسي للمنظومة الدولية كاملة للأسف، والمستغرب هذا الصمت الدولي الرهيب جراء مجازر. ويتحدثون يعني عن مجزرة الأرمن التي ارتكبت
قبل أكثر من 100 عام، واليوم يعيدون نبش التاريخ بينما يتناسون هذه المجزرة. في هذه النقطة تحديدا أستاذ سامر، في هذه النقطة تحديدا أستثمر وجودكم وأحتاج إلى تعليق منكم بعجالة لو سمحتم بدقيقة أو أقل من ذلك. يعني برلمان النظام الأسد أقر وأدان ما تسمى أو ما تعرف بمذابح الأرمن. أرد التركي جاء يعني مذكرا نظام الأسد بالمجازر التي يرتكبها ضد الشعب السوري، كيف تعلق على ذلك بأقل من دقيقة؟ هناك مثل هندي يقول مصفاة تقول لإبرة فيك ثقبا، يعني الجرائم والمجازر التي ارتكبها النظام خلال السنوات الماضية وحتى قبل الثورة، عندما نذكر مجزرة حماة ومجازر حلب، يعني ويأتي النظام يزاود بأنه يظهر أنه مدافع عن الأقليات وإلى ما هنالك، بينما أنا أحب أن أذكر النظام قبل الثورة كان بعض الأخوة الأرمن يحاولون احتفال بذكرى المجزرة، فكان يتم اعتقالهم عندما كانت العلاقات السورية التركية جيدة. يعني اليوم ما الذي اختلف؟ فهذه مزاودة سياسية من برلمان أصلا، يعني نحن نعرف أنه لا يمكن أن نسميه برلمان لأنه يأتي بالتعيين، هو مجلس تصفيق للأسف كما معظم برلمانات البلاد العربية. نعم سيد سامر، يعني هذا الاعتراف لن يشكل إلا مزيد من السخرية والتهكم على هذا النظام المستبد. من اسطنبول الصحفي السوري سامر أحمد، شكرا جزيلا لكم.